بإصرار وعزيمة استأنف عمال أحذية درعا الإنتاج في منشأتهم البسيطة ضمن صالة في معمل المعكرونة بعد تعرض معملهم الأساسي للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية عام 2012. قمنا بتأمين 10 آلات جديدة و5 آلات مستعملة للمعامل الأخرى ومقصين قص الجلد. نحن مهمتنا قص الجلد، بنستلم الجلد من المستودع، بيجينا النمرة والموديل اللي نحن بننقصه، هو جلد طبيعي طبعا نستجره عن طريق إدارة الشركة العامة. بكل العقوبات وكل الظروف اللي مرت وتحدينا الكل وكلنا طلعنا طبعا نحن ناجحين بكل شيء. نحن بنشتغل عدة مراحل، شيء 50 100 هيك شوي، يعني المرحلة الأخيرة تشتغلها البنت اللي ورانا. احنا على كم عاملة بنشتغل أكثر من مرحلة، يعني كل واحدة بتيجي مرحلتين ثلاثة يطلع الحذاء شبه كامل من عندنا. يعني عندنا أحذية من جميع الموديلات، ولادي، رجالي، نسائي، منه طبي ومنه طبيعي عادي، وعندنا من جميع الموديلات من جميع النمر، وإحنا جاهزين نوفر المواطن النمر اللي بدياها بأسعار منافسة للسوق جدا جدا، جاهزين بخدمة أي قطاع عام أو قطاع خاص أو أي مواطن. يعني عم بسعى بلينا بمحل بالسوق حتى نقدر نعرض بضاعتنا وننافس السوق بأسعارنا.